السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلادي. اليوم إن شاء الله غادي ننصحكم باش تشربوا هاد الرغيفات أو هاد المسمن بهاد الطريقة سهلة جدا جدا، ومكونات اللي هي في متناول الجميع. كيجيو راقيين مقرمشين مرقين ولذاد بزاف بزاف، كيستحقوا التجربة ديالكم. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالهم. في مكونات الحشو غنحتاجو حبتين كبار من البصل مفروم رقيق، جوج حبات من الفلفل الاحمر وواحده خضراء، ممكن نستعملوا لون واحد، يعني كميه الخضره كتكون كثيره باش كتعطينا حشو كثير. جوج حبات من الجزر مبشوره بشكل طولي، كذلك جوج حبات من القرعه الخضراء حتى هي مبشوره بشكل طولي. معدنوس، قليل من الثوم المجفف كيعطي مذاق زوين بزاف لهاد الحشوه اللي بالخضار. ملح على حسب الذوق، فلفل احمر، قليل من الكمون، والفول الاسود، وزنجبيل او سكنجبير. وطبعا غنحتاجو الحرور، انا غنستعمل هنا الهريسه. الا ما عندكمش ممكن ديروا السودانيه او الصلصه الحاره على حسب المتوفر لكم، وزيت باش نقليو هاد المكونات. غنوضعو كميه في المقله على النار، نخليوها تسخن ونزيدو البصل كما لاحظتوا مفروم رقيق، جوج حبات يكونوا كبار او ثلاثه متوسطين او صغار، يعني كما قلت لكم كميه الخضار تكون كثيره باش تعطينا الحشوه حتى هي كثيره. وطبعا كيبقى على حساب عدد افراد الاسره. كنضيفوا معها حتى الفلافل او الفلفل، الوان او لون واحد على حساب اللي بغيتو، ممكن ديروا حتى الصفر. وغنخليوها تقلى حتى كيبيض لينا البصل. عاد كنضيفوا الخضر الاخرى، قرعه، حكوكه، جزر محكوك، وكنحركو. نضيفو التوابل، نديرو كمية من الهريسة، ضروري ندير واحد النسمة، وخا متكونش كتاكلو حرو ديرو غير واحد شوية وما تحسوش بيه، وإنما يعطي المذاق مزيان. كمية من الثوم المجفف أولا البودرة ديال الثوم، فلفل أحمر أو تحمير تقريبا واحد المعلقة صغيرة عامرة مزيان، ثم القليل من الكمون، سكنجبير او الزنجبيل، يعني بالنسبه للكمون والسكنجبير ما نكثروش، يعني نديرو كميه قليله، والفلفل الاسود، وطبعا ملح على حساب الذوق ديالكم. ديروا كميه ومن بعد ذوقوا، ولا كنتو صايمين عندك ذوقوا، يعني عندكم ميزانكم نتوما كتعرفوا القدر ديال الملحه اللي كديروا، ردوا البال خصوصا لو كنتو غديروا الجبن. انا غندير جبن فغادي يكون مالح، يعني ما تكثروش. غادي نحركوا هاد المكونات، وغادي نضيفوا المعدنوس اللي غادي نقطعوه، وممكن ديروا قزبر ومعدنوس معا بجوج على حسب الذوق ديالكم. غادي نقطعوا ونحركوا الكل ونخليوها كتقلى مزيان حتى كنحسوا بان الخضره طلقت الماء ديالها وعاود نشفات وتشحرات مزيان. النار تكون مهيلة او متوسطة باش ما تخفش الخضرة وتطيب على خاطرها. اللي بغات دير كمية من اللحم المفروم ممكن، او الدجاج، انا اكتفيت بيه بالخضر فقط باش تكون نباتية، يعني نقصوا شوية من اللحوم، ماشي ضروري نديرو حشوة دائما فيهم نوع من انواع اللحوم. بالنسبة للعجينة ممكن نسبقوها هي الاولى الا بغينا، انا كنسبق الحشوة باش تخليها تبعد على خاطرها. كندير تقريبا جوج ديال الكيسان حتى ثلاثة ديال الدقيق الابيض، ونص كاس ديال الفينو، كمية من الملح، القليل من خميرة الحلويات، ثم ملعقة صغيرة مع مرش من السكر، وملعقة صغيرة من لاموطار، المذاق زوين بزاف العجينة ديال المسمن اللي بهذا الشكل، ثم ملعقة كبيرة من الزيت النباتية، ممكن تعوضها بزيت الزيتون. غادي نخلطوا هاد المكونات ونجمعوا بالماء عادي من الروبيني، خصوصا دابا الماء الجو سخون، غير من الروبيني محتاجينهاش انها عجينة. نضيفوا كمية بكمية حتى نحصلوا على عجينة هي هادي، كما كتعرفوا عجينة المسمن كيفاش كتكون. منين نجمعها اما دلكوها ديك الساعه مزيان تخليوها ترتاح شويه وتشكلوا منها كويرات، ولا كان عندكم الوقت الكافي فوضعوها في بلاستيك غذائي او بلاستيكه عاديه او في علبه كتغلق مزيان، وخليوها ترتاح على خاطرها باش ما تحتاجوش تدلكوها بزاف. انا نخليها على ما الحشوه ديالي تبرد مزيان عاد باش نكمل في العجينه ونشكلها.
خليتها تقريبا واحد الساعة، وكيبقى اختياري ممكن ما تخليوها حتى دقيقة يعني مباشرة تخدموا بها، وطبعا تدلكوها. غادي نزيد ندلكها ونتأكد بأنها كترتق في يدي، يعني ندلوكها مزيان. صافي كنشكل منها كويرات، ثلاثة الكرات، هاد الكمية هادي ثلاثة ديال الكرات غنشكل منها. كنكون وجدت الزبدة مدوبة باش غنورق، كنضيفها مع الزيت، وكمية من الزيت كنخليها باش ندهن ونورق او نطلق. هاد الكمية اللي درت تقريبا 3 كيسان معمرينش ديال الدقيق الابيض، ونص كاس ديال الفينو، قسمتها على 3 باش كيجونا في الحجم ديالهم هما هذوك، وسطح العمل كيكفينا باش نطلقوها ونرقوها مزيان ما تعذبناش. كندهنوهم شويه ديال الزيت وكنغطيوهم بنفس البلاستيكه، وكنخليوهم يرتاحوا على الاقل 15 دقيقه باش كيساعدونا وكيطلقوا لينا بكل سهوله وما تعذبوناش. يعني كتكون العجينه ما ارتاحتش كتكون مطاطيه وكتبقى كتجمع وكتعذبك بزاف. صافي كنطلقي بالزيت والزبده والزيت، كنخليوها للتوريق فقط. كنبداو كنجروها من الوسط ومن الجوانب حتى كنحصلوا على عجينه رقيقه، حتى كيبان لينا سطح العمل من التحت باش كتجينا مورقه ومقرمشه وما كتجيناش العجينه غليظه من الداخل. وطبعا يكون سطح العمل مدهون مزيان بالزيت باش ما يلصقش. نحاولوا نشكلوها مستطيل بيدينا، ما نشكلوهاش دائره كما كتلاحظوا معايا، كعطياني الطور وكتطلق بكل سهوله بلا ما تقطع بلا ما تعذبني. الحشوه كتكون بردات مزيان، كنجي وكنبعدوا شويه على الجنب او على الطرف وكنوضعوها بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا معايا. الطريقه اللي هي سهله وفي ساعه كتساليو هذا الرغيفات كيوجدوا كيجي شكلهم زوين بزاف كما غتشوفوا معايا في الاخير. وكناخذوا حتى اطراف كلشي كنعمروه، وكنحاولوا هذيك الحشو ديالنا نقسموها على 3 الاجزاء. ممكن تزيدوا الزيتون، شرائح الزيتون الاخضر حتى هما، وكاضافه باش كيعطينا مذاق احسن وكيجونا يعني من الداخل معلكين اكثر. كنضيفوا الجبن على حساب الرغبه، ما توفوش ليكم ممكن ما تضيفوش نهائيا. صافي غادي نوزعو بهذا الشكل، يعني واحد الكميه لا باس بها، ونطوي نسيت ما دهنش، معليش ندهن من الجهه الاخرى بخليط الزبده والزيت، ونطوي بهذه الطريقه. صافي نبقى غاديه وانا كنطوي فيها بهذا الشكل حتى كنوصلها للطرف. وداك الشيء اللي كيبقى ليا زايد من العجينه كنوضعها من التحت باش كيجيني شكلها مقاد، وكنبدا كنقطع. انا كنحاول حيت درت وحده قبل من هذه اللي ما كملتهاش التصوير تقطع عاودتكم وحده اخرى. كنحاول نديرها قياس واحد مع الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث، يعني اجزاء كاملين والاجزاء بعضهم، يعني جميع القطع يكونوا متساويين باش يجينا الشكل ديالهم متناسق. صافي كنهزوهم بهذه الطريقه، ممكن تقطعوه غير بسكين، انا استعملت القطع على البيتزا. كنهزوهم ووضعوهم في صفيحه ديال الفرن مدهونه بالزيت او مفرشه بورق الطبخ. غادي ندير الكميه اللي بقات بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه حتى كنتهي. وهذا شكلهم ملي قطعتهم كاملين. كنشعلوا الفران وكنخليوه يسخن مزيان، كنقصوا تقريبا 180 اللي عندها فران ديال يعني عنده فيه درجه الحراره، وكنخليهم يطيبوا في الاول من الاسفل حتى كيطيبوا ونحسوا بهم تحمروا، عاد كنهبطوهم اولا كنشعلوا لهم من الفوق يتحمروا كذلك على خاطرهم باش يتقرمشوا ويطيبوا مزيان من الداخل. دهنوهم يعني حتى كيطيبوا عاد كندهنهم بالبيض، ممكن دهنوا من الاول اللي كنفضل حتى يطيبوا مزيان. كنضيفوا له اصفر بيضه، كنضيفوا ليها صلصه الصوجا مع القطرات من الخل، وغنضيف حتى الحليب باش كنخففوا شويه
ممكن ديروا غير البيض عادي، ممكن ديروهم الحليب اللي عندكم حساسية البيض، والبيض مع صلصة الصوجة المملحات كيعطي لون ومذاق هائل، كيجي لون غزال بزاف. وصلصة الصوجة دائما كنقولها لكم اخواتي واللي ما توفرش لينا، فهي كاينه ممكن شي ماركات كيديروا غير 10 دراهم او 13 درهم، وكتبقى مده طويله ديالها البال، غير تكون مده الصلاحيه ديالها بعيده وما تبيدي مالكش بزاف، واخا كتحليها كتخليها في الثلاجه كتبقى مده تنفعك بزاف في الحشوات، بحال هكا تدهني بها المملحات ديالك وكتعطي مذاق زوين بزاف. صافي غنستمر ندهنهم كاملين في الفران، يكون مازال مشعول، انا فرقتهم شويه الفرماج كيخرج. صافي كي كنحسوا بهم عاودوا شدوا راسهم ونشفوا مزيان من البيض، كنخرجوهم ونزينوهم على حسب الذوق. ممكن من دهنوا البيض ترشوهم بالقليل من البافو او الزنجلان او اللي بغيتو، انا خليتهم كما هما وكندير شويه ديال الفرماج من الفوق بلا ما نردوهم الا ما بغيناش، لان هما مازالين سخان غادي يذوب عليهم. غنضيف شويه ديال البافو من الفوق، الناس اللي كيسولوني شنو البافو، فهو هذا الحبيبات ديالو رقيقه، ماشي هو السانوج. دائما كنلقى نفس السؤال واش هو السانوج، كنلقى حتى في الفيسبوك لا، كاين اختلاف بيناتهم، هذاك حباتو كبار وكحل، وهادو حباتو حتى هما كحل، هما شويه فيهم حبات اللي هما قريين قريين رماديين، وتيكونوا يعني الثمن ديالو مناسب، يعني 5 دراهم بحال داك الكميه كيعطيك 5 دراهم او لا اكثر من ديك الكميه، وكتبقى حتى هي تحتاجوها في التزيين. نزلت واحد عريش ديال المعدنوس، كيجيو زوينين بزاف بزاف ولداد، وكما لاحظتوا ساهلين واقتصاديين وكيستحقوا التجربه، كما غتشوفوا حنكونوا مرورقين ومقرمشين في نفس الوقت. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه. شكرا جزيلا على المتابعه والتشجيع، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. رمضان كريم.